بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام ما زال الكلام موصول حول العقيدة الصحيحة إذن أيها الإخوة الكرام الملاحظ أن كثيرا من المسلمين لم يحققوا عبودية الله رب العالمين على الوجه الذي فرضه الله عليه إذن الطاس يوذن وحق نبو العبودية ممش خان اختفاض ربي يعني كل يعبد ربي على حسب هواه يقرأ الله عز وجل في كتابه الحكيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فرب العالمين يبين لنا ربي تبيانا نغذي الآية أن الحكمة من إيجاده لنا أن نعبده من إذا نغي خلق ربي الحكمة إذا نغي خلق الله عز وجل ما حندث نعبد بل والحكمة من إيجاد الكون أن تتحقق عبوديته سبحانه وتعالى من المخلوق البشري وعبودية الله عز وجل فقرنا إليها شديد مرة شن محتاجين إلى عبودية الله عز وجل مرة شن فقراء إلى عبودية لأنها غذاء لقلبك ونور لعقلك وزكاة لنفسك وهي أعظم شرف لك في الدنيا والآخرة ولله در من قال كفى بك عزا أنك له عبد وكفى بك فخرا أنه لك رب فمن لم يكن عبدا لله كان عبدا لغير الله وني ويجين ويعبد ربي أذي عبد حد النغني وني غي عبد حد النغني ذو السقوط في أسفل سافلين عياذا بالله وذي النبوش الدل نغشان ومياسون هو ما ربنا المي عبد شن حشت بربي ما رور النش يا وراش غشن حشت النغني إذن فلنعلم أهمية تحقيق العبودية لله عز وجل سنسن ومقنع بذغ ربي أنسن ومقنع فهي أعظم وظيفة وأشرف عمل يقوم به هذا المخلوق البشري وقد بين الله عز وجل لنا مدى فقرنا إلى هذه العبودية فقال الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد وفقرنا إلى الله شامل نشين فقراء نحوج مرة من غصغر به ولكن يوجبوا من حذا جطس شنو العبودية إلى الله عز وجل فأعظم فقر يتصف به المسلمون الفقر إلى عبودية الله عز وجل الله عز وجل من ماذا نغيوما نغفاض خانغشان العبادة إلا ودعانا للاستعانة في أدائها قال الله عز وجل ذي القرآن الكريم في أعظم سورة إياك نعبد وإياك نستعين
إذا ننظر أخي الكريم ما أكرمك على الله يا مسلم يكرمش رب استا فلم يترك وشجبو يخفنز أمني بل أمرك بعبادته بل هو خير معين فنعم المولى ونعم النصير. فليكن طمعك يعني اطمعنش أيها المسلم في عون الله ما حندش يعون الله عز وجل، وهذا الطمع يستديري واسع عظيم، ولتكن عوذ كثير رغبة في قيام بعبودية الله عز وجل فيما أمر ذمنينا. وعون الله لكل عابد يتمثل ذي ثلاثين تحويج من غن تطير بيضان يعون الزيس نغمز شي تعاون الله ثلاثين تحويج ذي شن العبادة. عون الله قبل أداء العبادة، قبل غث بذيت شان العبادة ربي تعاونيش. وعون الله في حال العبادة من غتفقد العبادة النيس تبذيت ديس. ثم ثالثة عون الله على استمرار العبادة، ثلاثة النقاط. قبل غث بذيت العبادة أثناء العبادة من غك مرغ العبادة ذي عون ربي ما حد استمر. أما عون الله عز وجل للعبد قبل أداء العبادة فهو الذي يقذف في قلبك حب هذه العبادة، ذمزوا ربي استذفش تخصد العبادة والشوق إليها توحشت والرغبة فيها تفرق غانت تقذ والاستعداد لها، فينطلق العبد لا يريد إلا عبادة الله. إذن ربيت هي إشي ثاني. فمن حرم والنغيت وحام زلعونا ربي فلا قدرة له على العبادة. مرت وحام زيثة يعني وزمات قد العبادة. ثم نن ثانيا عون الله عز وجل للعبد أداء العبادة، من غتقد العبادة أداء مزيش غعون أن يقويك رب شي قوة على أدائها أرت غتكمرذ على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. ماشي تقد مين تخص لا تطلع عز وجل أثناء العبادة أن يتقد أشوف رب تكمرذ أخص يرضى الله عز وجل، لأن الطاس يوذان يتفارف شوها ويستنمين يتقد. إذن فكذلك ذي النعمة. أما الثالثة أن يعينك الله عز وجل على الاستمرارية في السراء والضراء. أشعون ربي أتصي ذني تزجى إسبدا إتقش العمل الخير إقطعه ميمي وانت دعوش الله عز وجل ذن غيوفق قثني تجي النعمة طمقرانت، لأنش مشي تزجى النهاني غيومين ني غتعبد ربي ذي رمضان وهلا لا لا لا, لا ارغث من ذل. اذن فلا بد تدعو الله عز وجل وكمر ثاني تا يا ربي وفقي الزجر عاص تكمر العصا يا ربي وفقي الزجر مخال يا ربي وفقي الغير خاره تغاك شان تواثن خواس ديال ريح الدرخبه يا ربي وخفي تتبلع سلف سلف النغ يقضي من توخمني غزدي تسوماس يحوج شن حاجه من دسيقة يقرص الله يجزيك بخير ومن ذي خلاذنش زي مارا يوذنث وسيد غريش قغر حاجتني مش دقى جاري ذيكك ونغني يا ربي وخفيت باللعبوث وواثا دقى ماشي سهل ماشي أي واحد يسمى ذيك الدقى إلا وني توفق الله عز وجل. ولهذا تحتاج إلى أن تتضرع إلى الله عز وجل وتلتجئ إليه وتكثر من دعائه تكتص دعاء يا ربي وفقي قبر حظ الشيطان قشذ يعشل العمل. الرسول صلى الله عليه وسلم يروح غموعاد إنس والله إني أحبك والله إني أحبك خزا ماشي الحب من تراثا النغ خمين دي تشنجي قرش أحبك قاس ما سميت خستيني نغلا قواجبو ذي نشيشن قا أحبك إيش الحج تمغى. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال سي معاذ والله إني أحبك إني أحبك غان قاه ينصح إنس يا معاذ لا تدع
ذي كل دبر الصلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ماشي أي وحدة ذي حسن، ماشي العبادة زيتا، إلا الحسن سنة من فانا بريد يا ربي وفقيت تقغدك. إذا شك تدعي أنت دعا يا ربي وفقيت تقغدك يا ربي جي ماشي قبريد قبريد ديوي الرسول صلى الله عليه وسلم أبريد دازيرة وتقيم بوق ما نوضني غلا تقيم ما توض خبريد لأن نهار السفغنا نغدا تصن بريد قبريد. إذا الإنسان الذي يدعو الله عز وجل في السود خبريد. إذن أخي الكريم يخصنسن بأن أساس العبودية لله امتد الخضوع والانقياد له، ولهذا يوم القيامة يأتي العباد خاضعين لله. قال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. عبد خاضعين منقادين. فالعبودية لله عز وجل أصلها الخضوع لرب العالمين والانقياد الواحد القهار سبحانه وتعالى. فمتى وجدت وشير برنش مرمي مثو في ذخنش تنقاد إلى الله عز وجل يدعوك فتستجب ويأمرك فتأتمر ويحذرك فتنزجر ويخبرك فتصدق ويعدك فترجو فأنت بإذن الله عبد منقاد لرب العالمين. احمد خاص الله عز وجل وهذه هي قمة العبودية. تنيتا العبودية أيها الإخوة تقوم على ثلاثة أركان. ما حدا تعبد ربي تقوم ثلاثة الأركان: حب الله والخوف من الله عز وجل ورجاؤه سبحانه وتعالى. قال السلف النظر من عبد الله بالحب وحده واني غير عبد ربي لان يتخسيه وها فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو خارجي، ومن عبد الله بالرجاء نيكثر نهارا وحده فهو مرجئي، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو موحد بإذن الله. إذن من زي غان عبد الله عز وجل الخوف ذا الحب ذا الرجاء. فيا من تريد أن تقوم عبوديتك فلتتحقق مرخز العبودية نشات نجح يخسر يسحق ثلاثان الحواج هذا عبد غرب سالحب ذا الخوف ذا الرجاء. فحذاري فمن اقتصر على واحدة واني غير عبد ربي سيشتوها كان أي يعني سلحب نقص الخوف وها نقص الرجاء وها كانت عبوديته ناقصة نقصا مضرا به أجدر ذي الدنيا ذي الآخرة. فحذاري أن يقتصر على عبودية محبة الله عز وجل فإنها دعوة حكم عليها السلف بالزندقة، لأن محبة الله لا تتحقق في المسلم إلا أن يصاحبها العمل الصالح. وجدت خصص ثيرات نغسين شيشن لا بيني. يقول الله عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن الأبيات الآية من نقصبيا أن حب الله له مقتضى ودلالات وعلامات ماشي تخصص أخمومها
ومن ذلك زد دلالات المقتضيات من حب الله عز وجل أتخص الدين ربي أتخص الرسول صلى الله عليه وسلم إن ربي وجهاد في سبيله فلا بد للمسلم أن يكون قلبه مليئا بحب الله يقرن الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العقاب. هذه العبودية العبودية الله عز وجل إن ليس محبة وخوف ورجاء. فالعبودية تقتضي أن يحب المعبود. إذن ما عند العبد يخسر ذمزو ربي وني عبد من عبد ربي ذمزو يخسر. وهذا الحب شير عقرنش ليس مجرد حب عاطفي يعني هذا شيء يخسر شك ها وجبوا سوق ممسين شي شنوها لا تخسر شك ولكن الأفعال الأقوال على غير ذلك. مثال اثنين ناريزن اثنين مرشن ويقرص يمغان ستيكير وتخسخشم ويقرص تخسخشم ويقرص تخسخشم يسخرق خاس تخسخشم هذا مغاهينو يفسد خاس تخسخشم هذا مغاهينو هذيك مرزير مغان عشا دي حرقه وهذيك قيمه كيخد كيبدو كارنس تخسخشم ويتصدي هدا تخسخشم قواتي ومحنجان ما يخسين شاني غلا تخسخشم تخسخشم خميني ثقة تخسخشم أكل أفعال نس أتس يخسسين واش من تخسخشا لأن مين يتك يدون لا أنه هاتي تخسخشا تخسخشم ماشا مين تجد وادي تيسشاك الكلمة أني ونغني قرصيه مغاه نس تخسخشم يتهي الله بايس يسوفو غيت انت تمزوات تده نس تمزوى ذي حنجان نس يجري مزورة ويتخسن ثمغاه نس مذوى مذوى سنين قان تخسخش يجي سخارق يجي قارحق ها قومي قان تخسخ. إذن محبة الله عز وجل ليست مجرد محبة عاطفية لكنها تقتضي الطاعة. إن المحب لمن يحب مطيع. وهذه المحبة مقدمة محبة الله عز وجل مقدمة على الولد والوالد والبنت والزوجة والناس أجمعين. وكذلك المحبة مقدمة على أي شيء في الدنيا من مال ضحاش من مال ويقدم النهار ويتقدم النهار إذا ربي ختمني إلا ويحمى ربي الخارج موجود ذي الأمة موجود دورت على القصص السلف النغ دورت على القصص أغش شي بعلي يقش فزتينا أغش جاي يضفق الرسول صلى الله عليه وسلم قصص نهاني ذا ارخام وجود ولك تيني ذو قرير. إذن وذي قابوت تخصغ ربي شكذن آخر غاك في الدين أرناش غاي زايد كوشي أتلي ألا يا واسين ذي أثغرد ذي المفهوم وميقان تخصغ ربي أقا وميقان مغزت على الضربي أمو أيها الإخوة الكرام الإنسان لا بد أن يكون عبدا لشيء أمو يقرب أورا أورا يخصد يضفعشان الحاجة أمو يخلق ربه لا بد إما أن يتملكه مال أو يتملكه امرأة أورا يذيخ ستمنية يذيخ ستشان ثمغات نقشن العلاقة يعني الحرام غاصة مغاه ما شيء تخص حد النغني نغ عدة أشياء أورا لا بد أن يخشن حش. ولكن إذا صار الإنسان عبدا للإنسان أو لشيء من الدنيا فستكون حياته شقاء وذل لا يمكن أن يرتاح. والله يوني غي خنشن حش ضرب يعني تسي الزادورة توارد مرة 8
وشا غتعيش دي الذل الشقاء والني غيفان شان حشت برا ما يوث في الحب لله عز وجل والني غيقدم شان المحبة كبور نسي عما وجاربط واتصني وذان خو قيت قارن قيت خيا من أتفرهم منش غادر حشت ني واتزرد شنو يجن واتجيبو ملح. إذن ونتذيري معذب بعبودية غير الله ولن يكون مرتاحا والله ما ذيري مرتاح ولا مستأنسا ولا مطمئنا إلا إذا عبد الله عز وجل وتعبد لله وصار عبدا حقيقيا لله وحده لا شريك له ذنيت إغتاي. وعند ذلك من غتف موحد تعبد الله عز وجل نيشان طبقت ثلاثين الأركان يتحرر أتليبرات من تسلط بقية الأشياء عليك أتفوخك تسجد نور سواح وتصبح الأشياء أني أغاك ذورين تذوالو حتى ما رتفقد التنتن أتعيش وش يتعوض تقني المحبة الله عز وجل ما يمي السلف أنك تغوك في الدنيا سارشرت تغوح ويجن والو تغوح ويجن شاه ما يمي أوري عمص المحبة الله عز وجل دقا نتير عتي توارم ذا دقا زيدا نغذى الدواخن يومين إغان غذى نتواها يومين إغان غذى ذي الدنيا يا ما نسكن جدو ذنغ ما نسكن الفراعنة ما نسكن إني توجى بيت المال تغاس البانيا واثن الدهب ما نجى تغاس البانيا واثن الدهب ما نجى ما نجى كشت جنال تلعن. إذن الفرق أن السلف النغ تغتخسن ربي فعلا إذن أي شيء غيسرها نخربي ذوني الطاغوت أي شيء حتى ما لشان حشد الحلال مينش غيسر زنوزي لاغرو خدم ذي الحلال مشاء الخدمة ذني واش تشيط الزج الخدمة ذني استبعد إن التني شي سرحان عباد الله عز وجل مين تعنى ذني ذوني الشيطان مش ذوني الطاغوت نشتني ولكني للأسف وانت قوالو معجلس انت القيمة الزجيثة نغي العبادة ينغ معكس انت القيمة يريوني غاد خدمة انت ذيك غيت واشي ضدشق مين تخزدتك تحت الزج الجمعة أتعيد مين تخزدتك ميمي لأن الموحد ويتغش إينا عبد فرانك شتحطي ذاس فرانك إني وذا الزدمع مين تعب حدو نيجن شريسي قربي البركة إن يجن أخي إن يتوقع بحقاب عرف خمسة عرف تكمار تسوماوس إن ينهابنا بحق ميل سيل زي هذا انتهي وميقان البركة بحسب مية ورو ذي سيقاب بالبركة إن يجنو ميقان البركة البركة واشي تكشايا بماني هنت غاستا وهنت تغاستا واشي تبلاشار بيس الحواج مغانا هنت غاستا ها قين تغاري ماني هنت غاقي بيس يوث باللعن ماني غاستا من ياس وعاك ماني هنت غاستا هاقش إذن ذن التصنيو ذا نار بحن تمنيه مغان تمشى غاصة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على من عبد ربه حتى أتاه اليقين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من أتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام ونذر الركن الأول خنسي والمحبة الله عز وجل ثم غنغ الخوف من الله والخشية منه مقرون بالرجاء مقرون بالرجاء فيه. قال تعالى واصفا أنبياءه وعباده المؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا هل خوف هل رجاء وكانوا لنا خاشعين. ثم يقرن الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا خوفا
هالرجاء ومما رزقناهم ينفقون فلا ينفصل أحدهما عن الآخر. أذيرين ذني فحذار من الوقوع فيما وقع فيه الخوارج من تغليب جانب الخوف حتى أدى إلى ضعف الرجاء. ومن التوسع في الرجاء من شق المرجئة المؤدي إلى ضعف الخوف من الله عز وجل. وقد مثل المثال قلت العلماء رائع جدا ثلاثة: المحبة الله عز وجل، ذا الخوف ذا الرجاء. كطائر إن شيش مجذب أجذب غاس الجيف غاسنين وثار أزجيج مجذب غاس الجيف غاسنين وثار وثان ما را يروح الجيف ما را ينكسس الجيف يروح كويربو يكمر يروح الجسم يكمر. الجيف من يعني ذا محبة الله، الخوف الرجاء. ما را ينكس المحبة كويربو يكمر يروح وهنفعل. ما رانش جاي الجيف نكسجن على وهنكسجن مفاوها ونتمين يعنى عدم القدرة على الطيران وزما تضوض إذن رزقن سراتة المحبة الخوف ذا الرجاء. وشي ناس يعني قد المثال رائع. إذن فليكن أخي المسلم أو فليكن المسلم مؤيدا لكل واحدة من هذه العبوديات على وجهها الشرعي. فإن وفق المسلم إلى الإخلاص لله عز وجل والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم فهو المسلم الموحد السني. عباد الله، العبودية تقتضي الرجاء. رجاء من يعني ترجو ثواب الله، الرجاء في الزود مين غسغى ربي في الزود ربي شي جازة. وهذا مما يعني خبن الزغ من غسغى ربي واني تمين شي تقى يتارش تخدم تصريع ما حندا تقى الأعمال الصالحة. لأن النعيم المقيم الأصلي الثواب الأساسي ما رخزة كورة نشان ذي الجنة في الآخرة وليس في الدنيا. ذيها نتعيشي ربدة، ذيها من تخصد موجود ذا قش ذا نوجد عدتو الديباس وأخ مني أذكروا ساذي جن بوينت هاقش الدنيا يا. الحقيقة الدنيا يا ذي خارقا وها قد إني جن العمل حسابي قلت العلماء ثمين وطنس إيغا كذا نيتا وشاء مقارنة يعني أكل أخيرة. إذن الإنسان يزو يرجو ثواب الله عز وجل وبذلك لا يكون عمله مؤقتا مشيجن هذا عبد غيجنها ولا مرحليا ولا رمضانيا فقط، وإنما على طول مشوار حياته يرجو الثواب من الله عز وجل في كل شيء. شكذب استاذ الله عز وجل الثواب. وكذلك عن العبودية تقتضي الخوف من الله. نذا اثنين خلق من غل خوف. الخوف من الله العنصر عنصر مهم الذي من دشتقوى يمنع الإنسان عن ارتكاب المعاصي. واني تقوذ ربي تقوذ والعنصر يا ذي العبودية الذي يقي الإنسان من الوقوع في المحرمات. تقوذ ربي فين وزما تقوذ، تقوذ ربي واخصبوا المعاصي، تقدر ربي وأخصبيثا. هذا الخوف من الله الذي يجعل العبد دائما دائما العبادة لربه سبحانه وتعالى يخاف من التقصير، يخاف أن لا يقبل منه. إنسان ما رد تقدر ربي ربي دقا خدم يا ربي ما زي قبرني غلا تقدر زي القصاق ذي الحقوق الله عز وجل إلى غير ذلك. إذن خزاع ثلاثة يا نحويش المحبة نقطة مهمة ونيت المحبة واجبو سينشي شنوها تخصر شك ولكن تخصر ربي تخصر الرسول صلى الله عليه وسلم الأفعال النش والدل انتشاخ أنك تخصر ربي أنك تخصر الرسول صلى الله عليه وسلم. ما لا تخصر ربي اخصبينيه إذا تنزع
غنقضي ماتيماتيكا واحد زائد واحد اثنين دوس عمسا ثلاثين واحد ونص اثنين قل اربع وثجي يا ذبو هاري يا للندوة واحد زائد واحد اثنين تخسر ربي تبينيتي. إذن السؤال انت خسر ربي يا ثما والله حمان روي ذما انت خسر الرسول صلى الله عليه وسلم انت راه نضحي شخيخ في النار والله الذي لا اله غيره الا نضحي شخيخ في النار قليل وي تزجان قليل وي عبد من ربي قليل وي تقن شمان غزي ثيرات شمان غزي ثيرات قال تحش شخيخ في النار اني فقيره ذينا انتيره ذي الدين انتيره من مني قوش خدين نيقوش واجي ويدار نيخ في النقش نو نشي نيقوش انفهم ذي كوشي فحرا يمشت ولين غيز ما حد ولين غيز ما حد سيلو لذني مرة تنهزت ولكتني تسجد نعم مرة غان كوري جغس الماضي النص ولكتني توب الله عز وجل توب قد عدو يا 40 سنة عدو 50 رغم أنه أجيبوا رابعين من 50 ربما أني غير جعشين ذي مذقبر ولكن مرمي غير صدقك الله عز وجل مرمي غا سجدغ مرمي غا القرآن كيسلوغ وحدي ذي هدات بالله عليك زي مرمي شو ما تعزمن تقذل ما يمترو لأن فهم غمين قار نغاق ذي المعاصي نغاق ذي الفضيح نغاق ذي السكن نضيع والله الذي لا إله غيره وجه ويضم الإسلام شنو يمثر من والله لأن أعداء الدين معليك أني وتوانا نخبري ذو الله ما غاوم تقارب لأن السنين واتقذن بو الدنيا غاوم المكتوات سكويوالو في سبيل الله زوقنا نغايحن يوالا الشيطان من دسينا سكيدي جمع غربي نشقوا قوا غجهنا ما ودان زاوكين غنجمع وجودا غير سوفون زي الدكة وجودا غير سوفون زي هيراتا شنو مالان دور غد دين مالان تفقه ذي الدين ونو ميتوقع شن حشت يجن ضد شا ذي الدولة ذي مسير من كمرن سدونو بالنغ ذي المعاصي النغ تيرات النغة كدين والله الذي لا إله غيره ذي مليون ذي مليون ما رضج بد عشرة الموحدين عشرة الموحدين مين زي شقاه يمسر من خوين جدغينين العدد ما نيج ما نيج قرب دا ذي الدين نغ القلة فضم أعداء الدين قلة واجبوش كي غياب حن أعداء الله الله عز وجل خلص عبد ربي نيشان أتزاد عماس ما يوض الإسلام ذي شن رعاهد ما مشي جرخو عماس المسؤولين غاية فراض غاوي بسم خدين وشي سجزيهن تخان غربي ربداق غاورا وني الباستور الراعي وني أكسن خميني ذا ستراكوار انت خسوين مينيتك السكياق زيني قرس روح هرد يتحوق زين عو 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 يتعرد ربي أخان غزيز جدمر قزين العالم ما حدا الدور مغدي النوم اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن تغفر لنا ذنوبا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربة إلا نفستها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ميتا إلا رحمته اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا المستضعفين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان وأن تعلي كلمة الدين يا رب.